راديو بلس بلس كن راديو. رجعنا مكملين معكم حلقة اليوم رفقة الدكتور فيصل الكوهن وجراح مختص في التجميل والتعويض، خريج كلية الطب بمارسي وخريج الجامعة الفرنسية للجراحة التجميلية بباري، وأول مغربي حائز على البورد الأوروبي في جراحة التجميل. دكتور، قبل الفاصل أو لا قبل ما نوقفوا هذا الفاصل الإعلاني، كانت معنا لبنى وقبل ومن بعد من مورها سلوى. لبنى الرجيم ديالها خلى لها ترهل على مستوى يعني الذراعين، وسلوى حتى هي دارت ريجيم بقات ليها الجليده يعني ديك الترهلات كتبقى على مستوى البطن. لبنى نصحتيها بلي بوزيسيون على مستوى لي برا، انما سلوى فكرتي انها كاريمون دير لابدومينو بلاستي. الوغ بون علاش ما يمكنش مثلا ما شفتهاش؟ لا هي ما شفتيهاش. جيماجين بان بقات ليها الشحمه ومعها هي غتكون مازال صغيره، الجلد ديالها غيكون مازال قاسي. ملي الجلد كيكون طايح اونيكسي خصنا نحيدو داك الجلد ونديرو سيكاتريس على بلاص. واخا ولا على مستوى الذراعين ممكن ان الواحد يحيد الجلد على مستوى الذراعين وتبقى لا سيكاتريس مثلا مخبيه؟ صعيبه المشكله ديال الذراعين سي كلاسيكاسكيس، لا سيكاتريس كتبقى باينه. كنديرها للناس اللي ما كيقدروش يلبسوا مزيان، كيكونوا غلاط بزاف وطيحوا بزاف يعني داك 100 كيلو بقى. وكتبقى الجلد طايحه وكيقول لك دكتور انا ندير لي لا سيكاتريس كيف ما كانت، اللهم لا سيكاتريس ولا سيكاتريس تكون باينه في 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 الدراع، ولكن انا بغيت نلبس مزيان. الجلد بحال ترخف بزاف دونك سي امبوسيبل نديرو حتى المنظر دكتور تيكون صعيب، والواحد كيكون صعيب يعني كيكون داز من 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 اشهر طويله هادشي، لا ما كانش دوز عام ولا عامين هو داير الريجيم ديالو، ومن بعد باش يفرح بلو كور تيلقى بالله عنده هذا المشكل ديال الترهلات اللي الحل ديالها كاين. فوالا ناخذ دابا اميمه. صباح الخير اميمه. Allô. Oui, bonjour, vous allez bien? Alhamdoulilah, Oumaima, tu sais. Bonjour docteur. Bonjour Oumaima. Bah, moi c'est Oumaima de Marrakech, j'ai 21 ans. Bonjour. De chez l'Insane. Je voudrais partager docteur. Oumaima, tu sais que tu travailles, tu sais quoi? Là, je suis étudiante. Bah, c'est le sujet de notre jour. Exactement, j'étais en voiture, vraiment, j'ai un problème. Ma, pour moi, c'est critique. Ma situation est critique. Anna, au niveau des yeux, j'ai un œil. L'œil gauche est plus petit que l'œil droit. La différence, elle se voit. Rdissi le bel rire bouhdiitak ou la nas li galouha lik? Les photos. Je remarque un goul. Je fais une grimace. Mais je trouve que hada, c'est mon problème. Du coup, j'évite le maximum de mettre du maquillage. نعم. Oumaima, بقاي معنا docteur Faisal El Kouhen غادي يجاوبك دابا. Imma غادي تكون un problème ديال العينين، دونك لا بوبيير هو هذا بزاف وانت تزاديتي هكاك، دونك هذه جراحه سبيسياليزي ديال 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 شفر العينين، هذه خص الطبيب الجراحي ديال العينين كي سانوكوب. الا كانت ان اكسي دو بو او نيفو دو لا بوبيير في شفر العينين، الا كان ان اكسي دو بو عندك لا بو طايحه بزاف، انا نقدر ندير جراحه تجميل باش العينين يكونوا حسن بلو جون. داكوغ. دونك خصني نشوفك باش نقول لك اكزاكتومون شنو نقدروا نديروا. نعم، يعني نقدر انت تكوني راده البال هذا الموضوع غير انت بينك وبين نفسك، ولكن فاش غتمشي عند طبيب مختص اللي غيشخص ان نيت الحاله ديالك هي عباره مثلا على يعني مشكل في عدم توافق نقول ديال العينين، فهذيك الساعات هذيك الساعات بشويه غتبداي تاخذي لا ديسيزيون باش تقدري انك تصلحي الموضوع. وبعض المرات الدكتور ما كتكونش هاد بعض الامور محتاجه الجراحة يعني دقيقة، بعد المرات تكون عبارة على بعض العلاجات أو لحقن أو لا. كان بزاف ديال لي كوز احسن حاجه انك يعني خصك تزوري طبيب مختص، ما تبقيش ديري غير استنتاجات بوحدك. اميمه لو دكتور اللي سور كازا. نعم. طيب اميمه غادي نخليك في لاريجي، غادي يقدروا انهم يتواصلوا معك ويعطيوك الارقام الا بغيتي تسولي مزيان. تسولي مزيان. وي سيلفو بلي جو ريميرسي بوكو. مرحبا اميمه. اي بون جورني ميرسي. ميرسي دكتور. ابيانتو. سلام كبير لأميمة، وسلام كبير لكل البنيوتات الزويونين بينهم صوتها بالله حريصة أنها تكون يعني جميلة. غير هي كاينة واحد المعلومة كتقول بأن دائما الجانب الأيسر ما كيشبهش الجانب الأيمن، فينا احنا كاملين يعني الإنسان ياك؟ طبعا. نعم. دكتور المهم أن الواحد يمشي ويدير كونسلتاسيون.
الغلط الكبير اللي كنوقعوا فيه في المجتمع ديالنا هي ان مثلا السيده كتبقى كتشوف داكشي في الانترنت كتدخل كنشوف لي كومونتير عند بزاف ديال الاطباء ان كيقول لك دكتور عفاك لو بري شحال هذا الشيء وهذا مشكل كتعانيوا منه نتوما جراحي التجميل والاطباء المتخصصين في الموضوع دوغون لا كونسلطاسيون غادي تشوفي واش ارتحيتي ولا ما ارتحيتيش فوالا لو بري كنصوبوا لي بري نقدروا الناس اللي ما عندوش هذا كنديروا لي بري مزيانين زعما كنتعاونوا هي كتجيني غريبه هذه المساله لان جراحه التجميل هي نسبيه كذلك في الثمن ديالها ماشي انا غادي نعرف بحال غادي نقضي واحد الغرض ولا غنشري واحد الحاجه دايره الثمن غادي تشريها سواء من هذا المحل من هذا المحل من هذا المحل بنفس الثمن انما هذه جراحه يعني هي جسم يعني كل واحد وكيفاش غادي شنو هي الامور اللي غادي تحتاجها انت كجراح باش تقدر توصل هذا المريض او لهذا لو باسيون او لهذا لا باسيونت لهاد النتيجه اللي بغاها ماشي كلشي عنده نفس لي كريتير ماشي كلشي نفس عنده نفس لو فيزيك يعني كيخصك يعني كل حاجه بثمنها او كل حاجه بالوقت الملائم ليها كذلك لا كونسلطاسيون عندكم دكتور هي كتاخذ وقت طويل جدا لو بلوز امبورطون سي كو السيد ولا السيدة تكون فرحانة أنا هذا الشيء اللي كنبغي دونك إلا كانت لوبيراسيون اللي غندير ما غتكونش تعطي نتيجة مزيانة ما غنديرهاش نعم فوالا وكان ديوغون لا كونسلطاسيون كنعطي الوقت باش جيكزامين بيان لو كا ونفكر مزيان ونعطي من بعد اون ديسيزيون فينال واش نديرو ولا ما نديروش طيب نتايا كتهضر معايا دكتور وانا دابا درت اطلال على الصفحه ديالك على انستغرام بزاف ديال التغييرات كتكون مثلا هي بزاف ديال العمليه هاد العمليات بالضبط دكتور انا شفتهم بزاف الناس كيديروهم انا واحد المره دكتور كندخل لواحد المكان يعني اللي هو يعني صالون تجميل وما عرفتش السيده اللي ديما كنت كنشوفها كانت كتعاني مشكل كبير من بعد الولاده ديالها انا ما قدرتش نقص الوزن حاولت والحل كان هو شد البطن بالطريقه اللي معروفه بلابدومينوبلاستي هي بقات تلمو تتهضر على النتيجه هي كي ولات ديجا في الحوايج ديالها في لباسها في اللوك ديالها واحد الراحه نفسيه انا تنقول لها كنت حاب لك بالله غادي تكوني بحال هكذا وليتي كنت درتيها من نهار بديتي كيبان البطن ديالك وبدا عندك هذا المشكل وبقيتي شحال من عام وانت كتحاولي مع لي ريجيم وكترجعي ثاني نعم دكتور فوالا فاش كنشوف الصور دائما كنشوف بلا حتى العمليه ديال تكبير الصدر امتى الوحده تقدر دير تكبير صدر وفي اي حاله من الحالات اللي تسمى هاد السيده غيخصها ضروري من انها دير اون بروتيز يكبروا الصدر ابارتير دو لاج دو 18 عام نعم كاين جوج طريقات اما نقدروا نكبروا بلي بروتيز او سيليكون اما بالشحمه دونك الا كان اعاده الحقن فوالا بالشحمه دونك كنحيدوا الشحمه من الكرش ولا من الظهر ومن بعد كنديروها في الصدر الا كانت فريمون الصدر ما كاينش خصنا نديرو اون بروتيز حيت الشحمه خصها تكون كثيره بزاف سي الا كان الصدر ديجا ديفلوبي شويه وهي بغات تزيدها شويه نقدروا نديروا الشحمه نعم فوالا نعم يعني هي مساله كتكون مترابطه دائما شنو اللي كيليق ليها اكثر طيب هذه اعاده الحقن حتى هي متداوله بزاف مثلا كتكون شي وحده عندها داك السيد يعني في مكان وما عندهاش بلاصه ما فيها والو اي اون انترفونسيون اليوم اللي مشهوره وجابوها لي دوك لي سيليبر كيم كارداشيان سيسور سي كنحيدوا الشحم من البطن كاين شي يا دي فام كيكون عندهم البطن فيه بزاف ديال الشحمه والظهر بزاف ديال الشحمه وعندهم لي فاس ناقصين بزاف دونك كيبغيو حتى هما يكون عندهم اون فورم زوينه دونك كنحيدوا داك الشحمه كلها اللي في البطن وفي الظهر ومن بعد كنديروها في لي فاس بوغ دوني اون جولي فورم فوالا يعني هادشي دابا تطور بزاف على الشيب ديالها بصح كنشوفهم دابا بزاف لي فيديو كيكون عندهم هاد يعني النتيجه تتكون مزيانه على مستوى الارداف ولا المؤخره فكتكون فريمون تنقولوا ما كيبانش فورما ديال اون فام فوالا فاش كيتم شفتها الشحمه اللي حيدنا وكنصفيوها كنحيدوا من الدم ونحيدوا الزيت اون غارد كو الشحمه بيغ باش الناس يكونوا فاهمين هذا الموضوع فوالا كنحيدوا دونك الماء والزيت فوالا باش لي فاس او اي منطقه اخرى ممكن ان يكون كنديروا في لسان كنقدروا نديرهم في لي مولي نعم كتعاون حتى هي في لوغمونطاسيون ماري شي ناس عندهم لي مولي صغيرين كيبغيو دي مولي شويه يكونوا بعدا غلاط فوالا باش يبانوا معايا جيهان من الدار البيضاء عندها 33 سنه مرحبا بك جيهان
نقدروا ناخذوا جيهان؟ الو الو السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير. صافا لاباس عليكم. بونجور دكتور. بونجور. مرحبا. ليش عندي تساؤل؟ سي كو درت واحد لوبيراسيون ديال ليبوسيسيون و او ميم طون شد. درتيهم بجوج. بجوج. على اي منطقه درتيها جيهان؟ في البطن. نعم درتي في الاول شفطتي البطن ومن بعد شديتيه يعني حيتي داك الجلد اللي كيبقى. نفس العمليه. بقى لي داك السيكاتريس ما عرفتش انا علاش هذيك العمليه بزاف وديك السيكاتريس. شرحي لنا مزيان وشرحي للدكتور باش يفهمك باش يقدر يعاونك. كيفاش بقات لك في على وسط البطن؟ دكتور دابا قال بلي كتبقى على يعني في الاسفل ديال البطن. في الاسفل. نعم. دارت لي في الاسفل وما فهمتش انا هذيك العمليه اللي دارت العموديه فتح اللي بقات طويله ما عرفتش علاش. نعم. هادشي اللي بغيت نفهم بغيت نعرف من الدكتور يعني واش كتدار هكاك او لا هذيك لا سيكاتريس اللي كتبقى علاش واش عندها شي حل ولا لا. داكوغ. وعلاش بالضبط هذيك العمليه دارت بانها طويله دارت من التحت ودارت طويله. لا سيكاتريس دابا عندك هي لتحت. ياك ما كاينش او ميليو ما كاينش في او ميليو ديال الكرش. او ميليو وي او ميليو كاينه او نيفو دو نومبريل كاينه او ميليو ديزاين. دابا لا سيكاتريس طالعه من التحت حتى للنومبريل. لا فيرتيكال التحت بوحديتها عاد الفيرتيكال بوحديتها. كاين اون سيكاتريس فيرتيكال. الوغ كاين شي يا دي كا فين نقدروا نديروا اون ابدومينوبلاستي. كاين شي دي شيروجان كيديروا هاد لا تكنيك. سي اون كيستيون دو تكنيك. بون مو بيرسونيلمون كنبغي ندير غير لا سيكاتريس وحده لتحت كتكون شويه طويله في المايو ولكن كتكون سو ميزور. مي هادشي اللي داروا لك ماشي شي حاجه خايبه. كاين دي شيروجان كيديروا هاد لا تكنيك. جيهان قولي لي شحال من سنه دابا باش درتي انت هاد العمليه؟ دو زون ان شاء الله في الموان اوت غنكمل دو زون. ودابا انت البطن ديالك ما عندكيش مشكل يعني مابقاش بارز فهو ولا لا شويه يعني كيبان خط رقيق. انا ديك لا سيكاتريس سام ديرونج يعني كتبان. شوف انا سولت ولكن ما عطانيش جواب علاش انها دارت فيرتيكال. سمعتي دكتور الكوهان شنو قال لك؟ قال لك بلا هي اون تكنيك. بعض المرات كتكون يعني على مستوى فقط اسفل البطن، بعض المرات خاصها تكون كذلك لا سيكاتريس كتكون على مستوى اسفل السره. على العموم جيهان الى عندك باقي تساؤلات للنظرة لضيق الوقت فغادي نخليك لاريجي في الاخراج وكذلك في اعداد الحلقه كاين الرقم وممكن انك توصلي بشكل مباشر اكثر لان في هذه الحالات دكتور كيبان لي بان خاص الواحد يلجا للدكتور يعني ويشوف اشنو كاين وانت خاصك تشوف عاد تعطيها يعني تشخيص كامل واش ممكن مثلا تصلح شي حاجه. اللي سيكاتريس ملي كيكونوا ما نقدروش نحيدوهم. نعم فوالا. و لا كاليتي ديال اون سيكاتريس كتكون سا ديبون دو لا باسيونت سا ديبون دو لا كاليتي دو لا بو سا ديبون دو لا جينيتيك ديال لا بيرسون. دكتور في اليوم في الحلقه ديالنا وفي لانونس على لاباج خليت بزاف ديال خليت يعني موضوع الحلقه الى حد كبير مفتوح لان كنسمعوا هذه المفردات الكثيره اللي هي متداوله واللي ولاو السيدات كيتداولوها بشكل اللي هو يعني عادي غير هو انا اللي لاحظت ان بزاف ديال المفاهيم مختلطه يعني كتبقى كتقول لك لا انا خاصني ندير لابدومينو يعني وصلنا للاسف وصلنا ان السيدات كتولي هي كتعطي لراسها الحل انما مثلا الحل ديالها ماشي هو داكشي اللي تخيلتي او داكشي اللي قلتي مع راسك. فخاص ضروري اولا وقبل كل شيء الا كنتي كتشوفي راسك في المرايه ولا كنتي سواء رجل او امراه لكن حتى انت سيدي كتشوف راسك في المرايه كديرونجيك بروز البطن او لا المشكل ديال ترهلات الجلد اللي هو بطبيعه الحال تيجي من بعد مثلا وقت كبير ديال الرجيم الا كان مشكل ديال بروز الصدر بشكل اللي هو كبير او لا كذلك ما باينش بمره للسيدات اللي كتبغي يبان كوميم عندها ان كور اللي هو متناسق فخاصها تعرف اولا عند من تمشي وفاش تمشي تاخذ القرار من خلال هذيك الحصه اللي كتكون بينك وبينها. ياك دكتور عندي الحق ولا لا؟ طبعا لما كانش عندي الحق قول لي فدوا ما عندكش الحق. خاص ضروري من هذاك لو كونتاكت ديريكت مع الشيروجيان مع الطبيب مع اللي غيتابعك في مرحله العلاج عاد من بعد واش انت تقدري انك تقبلي ما بعد العمليه لان بيان سور انت ما غتفيقيش من النعاس ولا انت ما غتفيقش من ذاك البنج وانت يا راه زعما راه صافي ريزولتا فينال غيخص واحد ثلاثة أربعة الأسابيع على حسب كل عملية باش نقدروا نوصلوا للنتيجة
اللي بغينا. ولكن داكشي كلشي الا العمليه دازت مزيان النتيجه كتكون زوينه والباسون كيكون فرحان بزاف. انت قلتيها دكتور، عندي مداخله فقط من خلال ميساج وما بغاش تقول على سميتها، قالت لك انا درت لي بوزيسيون قنطتني لا غان او لا يعني داك المشد اللي كيلبسوه من بعد العمليه ديال الشفط اللي هو مهم قنطها، فهي من بعد ما وصلتش للنتيجه اللي وصل اللي بغاتها، لابو ديالها ما بقاتش مكان مقاد، يعني خسرات هذيك العمليه ما كملتهاش. داكشي اللي هو القصد ديالي، ان كل وحده خدات هذا القرار خاصها تكون على قدو، يعني ماشي تصحابها بلا غير ديك النهار اللي غادي تكون في لوبيراسيون هي اللي غادي يكون غتحتاج من بعد من موراها بزاف ديال الوقت باش تكمل وتوصل للنتيجه اللي هي بغات. دونك ملي كيشوفوا نتيجه زوينه راه كيتشجعوا باش يديروا يلبسوا لاكان، وتشجعوا باش يديروا لدغيناج، وكيكونوا سيريو في كيجيو لي بونسمون وياخذوا الدواء. فوالا دونك ملي كيشوف الناس كيشوفوا نتيجه زوينه كيتشجعوا. مهم جدا المشد من بعد لي بوزيسيون دكتور. فوالا لو لون دومان دو لوبيراسيون راك الى حيدنا الشحمه من الكرش ولا من الدار كيشوفوا في المرايا توت سويت الفورمه ديالهم تبدلات. نعم. وكيكونوا فرحانين بزاف وكيتشجعوا باش. نعم. طيب دكتور، فدائما الموضوع هو مثير جدا، هضرنا على التكبير الصدر. طيب دابا شد الصدر، سيدات اللي رضعوا اللي مثلا كانت معرضه مع الولاده طاحت لها صدرها، حتى هي كتوصل لواحد ليطا كتقول لك ما بغيت انا كون نرجع كيف كنت، كنت احسن وكنت مهم، يعني حالة نفسية كتعيشها بالدرجة الأولى. الحل فهو كاين، غير هو خاص دائما مراعاة في كيفاش غادي نديروا العملية، فين غنديروها، والوقت اللي غنديروها. واش العملية ديال الصدر خاصنا نديروها فاش نساليو الولادة ونساليو الرضاعة ونساليو الأمور كاملة وصافي عرفنا بالله صافي خدينا قرارنا بالله ما غنعاودوش نزيدو دي بيبي، عاد نقدروا ندوزو لهذه العملية ولا ماشي مشكل نقدروا نديروها في أي وقت؟ قدروا وبيان سور الا كان عندها الحرق في لا نوك ديالها وفي الضره ديالها وعندها الصدر متقل عليها بزاف ما تقدرش تلبس مزيان ما تقدرش دير السبور على خاطرها. دابا الا هي مجوجه وطاح ليها الصدر من بعد دونك الولاده، اللهم نتسناو تسالي الوليدات عاد احسن، لان عمليه شد الصدر فوالا كاين دو ديال ليكا. الا كانت مازال صغيره ما مجوجاش ما غتكون ان با بريفو باش تكون عندها وليدات في لي دو زون، نقدروا نصغروا لها الصدر او موا بوغ هي تحس براسها مزيان تقدر دير سبور دوك لي دولور يمشيو. باغ كونتخ الا كانت مازال الا كانت مجوجه عندها الوليدات ومازال بغات تزيد الوليدات اللهم تسالي، يعني شكلا خاصها تكون فوالا خاصها تسالي الوليدات عاد اونسويت نقدروا نصغروا الصدر. نعم. خلاصه القول دكتور فيصل الكوهن في حلقه اليوم، شنو تنصحهم؟ جراحه الجميل سي اون سبيسياليتي كي بيان ملي كتكون انت فرحان كيكون عندك ان بروبليم كتمشي تشوف ان شيروجيان كي تو كونساي بيان كتكون عندك نتيجه زوينه. اللي ما مزيانش هي ملي كتكون عندك شي مشكل ومن بعد كتفسح وكتكون عندك شي نتيجه ما مزياناش توي ديسو. يا بوكو دو جون كي ديبريم دونك هذه هي القضيه ما تكونش مزيان. دونك سي جو بو دوني ان كونساي لهاد الناس اللي عندهم دي بيتي بروبليم كي فيل ريغلي سي خصهم يختاروا ان شيروجيان افيك اون بون ريبيتاسيون وكيخدم مزيان ويعطيهم نتيجه مزيانه وكي فا بيان لي كونساي وتهلا فيهم. فوالا سي تو. شكرا لك. اليوم استفدنا مع دكتور الكوهن جدا فيما يخص كل المفردات الرائجه من خلال يعني اللي كنسمعوا في يعني في المجتمع ديالنا، سواء كما قلت لكم عمليه تجميل البطن، الجسم، الدهون، حقد الدهون، شفطها كذلك، تكبير وشد الصدر، كلها امور ولينا كنسمعوها بزاف. هذا علاش اليوم بشكل عام استقبلنا معنا دكتور فيصل الكوهن باش يعطينا تعريف ويعطينا يعني بزاف نقولوا التعريفات يعني ولا يسهل علينا اننا نفهموا امور بشكل اللي هو بسيط. كنشكروا بزاف. كنبغي نذكر ان دكتور فيصل الكوهن هو جراح مختص في التجميل والتعويض، كذلك خريج كليه الطب بمارسي، خريج الجامعه الفرنسيه للجراحه التجميليه بباري، واول مغربي حائز على البورد الاوروبي في الجراحه التجميليه. تحيه كبيره ليك، ومره اخرى كنشكرك على حضورك معنا. فتابعونا وخليوا لنا لي ميساج ديالكم ولي كومونتير ديالكم. كنشكر صديقنا حسين على ومدغري في اخراج حلقه اليوم. تحيه كبيرة لمصطفى الحلول اليوم في تصوير حلقة اليوم. راديو بلس، بلس كون راديو.